في النظر ديالي يعني يقدروا يكونوا الوالدين ديالو هما اللي كانوا مصابين بالسيدا او لا يكون يعني في شي سبيطار تعرض لشي تلوث ديال الدم ولا تعرض لشي اعتداء جنسي. في نظري الخاص اللي عرف نفسه انه فيه مرض السيدا ما خصوش ينجب اطفال، لان دوك الاطفال غادي يخرجوا للعالم غادي يصطدموا بواقع صادم، غادي تركب فيهم عقد نفسانيه كبيره. الا كانوا الابوين مصابين بالسيدا يعني كنظن الاطفال ديالهم حتى ما غيكونوش ما غيخرجوش بحالهم، يعني كيف ما كنعرفوا حنايا السيدا راه ماشي وراثيه، يعني وفي هذا الوقت ديالنا ولينا عارفين يعني تقدمنا شويه الطب ديالنا غادي كيتقدم. كنظنش يعني كيكون مرض باي اقل حاجه بسيطه كاع وكيعيا ما يداوي والو، كتشوي الدواء بحال كتكبي الماء في الرمله. كيفاش هاد الدري ملي غادي يزيد مصاب وعاد غادي نعالجوه حنايا باش نعالجوه؟ ما يمكنش ابنتي هادشي، بعدا انا كنقول ما يمكنش. دابا باقي ما كاينش الدواء، دونك الا غادي يولدوا الدراري غيتسموا هاد المهم. المرأة الحامل اللي مصابة بالسيدا غادي يكون الا كانت تكون تبت الطبيب بان تكون معاناة للطفل المولود فغادي يكون ارحم، نكون شويه يعني يكون عدم الولاده حسن. ديجا لي كوبل اللي كيبغيو يتزوجوا راه كيخصهم يديروا واحد الفحص الا كانت فيهم السيدا ولا لا، و الا كانت فيهم راه ما كيقبلوش لهم داك الزواج. هذه الفئه هذه كتحتاج رعايه اكثر واكثر ورعايه يعني متقدمه بليز افونسي، لان لا ذنب لهم الا انهم كانوا ضحيه اخطاء واحد اخرين. يعني على الجميع الاحتضان ديالهم، لان يعني الاطفال مش ما عندهم ذنب زادوا هكا مرض، يعني خص الانسان يقدم لهم مساعده كل واحد من المكان ديالو، سواء مجتمع مدني سواء مؤسسات.